وانا شويه قال اليوم راح نحضر لنا الرقيه، ناكل رقي وخبز، شو تقولين خوش اكله؟ ها يلا فتحي لنا الرقيه وخلي نشوفها حاميه نشوف ولا لا. حاميه يوبيه. حاميه شو؟ حاميه يوبيه. تعرفوا انت جاي لي انت قصها هاي مال بيتزا. ظل بس الطرف مال بيتزا. يلا ما اعرف انت قصها. ها انا اسويها. يلا حاميه يوبيه. اول شيء راد لنا صينيه، نجلب الصينيه، مو صورين القلوب، اصعد التصوير لي فوق. لا ما اسوي القلوب. اي هسه نشوف. وانا بحاصل رقيه، رقيه لذيذه لو مو لذيذه، تعال منا زين؟ خلنا نشوف. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، شلون افتح؟ هيك شلون افتح؟ والله ما نفتحها بالنص مو؟ يا الله شو تقولي انت، حمرا ولا ابيضة؟ بيقة. شلون حامية حامية ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله لا حامية حامية شنو بيقة؟ يا الله اللهم صل على محمد. واو انها حامية حامية ثاني. بس شلون نقصها؟ انه هيجي؟ قول تشلبت السكينة. خلنا نقص لنا شيء. ونقوق. واو 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 خلنا نقوق ها. نقص لنا شيء. فأنا طبعا أحب الشيء في المثلث. من يحب الشيء في المثلث؟ كتبوا لنا بالتعليقات. كتبوا لنا بالتعليقات. طيبة ذوقيها. لذيذة. هسه شو تاكل؟ ايق قيم. شو اسمها؟ شو اسمها؟ لا هي واحدة بحد. شو اسمها؟ يقية. تعال خلينا نشوف اكو خبز بلا ولا لا؟ واو باقية بيتزا. بيتزا هاد، من يحب البيتزا مال البيت؟ كتبوا لنا بالتعليق. من يعرف يسوي بيتزا بالبيت؟ شوفوا البيتزا مالتنا هاي للدوام، اللي يقول خبزة. هاي للدوام. خلينا نجيب لنا خبزة. الخبز بقى بس هذا. ثحاريب، نجيب الثحاريب. نحط الثحاريب هنا. طبعا هاي نحطها بالثلاجة، خليها بالثلاجة. هاي الرقية هسه راح ناكلها، ننفضها نفض. البيتزا خلصت. اليقية جابت مي شوية عافية بالسباعية. بعد شو يا شكو جوز الهند. ها شنو شو ما قناها جوز الهند سايها. هاي عندنا اسبوعين ذاك فلافل. بس هسه مو مال فلافل بالليل، ما يصير فلافل. يلا سديها. طبعا هاي الثلاجة راح نبدلها، هاي راح ننطيها ان شاء الله الفقير محتاج، ننطيها ونجيب وحدة مكانها. شو تقولين؟ مو هاي مالي يحم مسيوم. هاي مالي يحم مسيوم. يلا 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 جيبيه. انا راح اجيب المي. يلا جيبيه. من يحب هيك اكله كتبوا لنا بالتعليقات. باي باي. يلا قولي باي باي. باي باي. راسك باي باي. باي باي. وهنا جينا الفطومه راح تاكل ويانا رقيه. شنو رايك فطومه بهاي الاكله، رقي وخبز؟ طيب. طيب. وانت عسوله شنو رايك بهذه الاكله؟ ها؟ قيبه؟ ذوقيها بلا ذوقيها. قولي قيبه لو مو قيب. بلا ذوقي. شنو رايك؟ نصو هذا نصو. شنو رايك طيبه؟ تعال حسون تعال. تعال قوق. اليوم طبخت عسوله خبز ورقي. تعال قوق تعال. قصدي طبخت شويه، احنا متعودين على عسوله القباخه. تعال حسوني. الرقيه بالانجليزي ووتر مليون. شو يسمونها الرقيه بالانجليزي؟ ووتر مليون. شو يسمونها الرقية بالانجليزي؟ ووتر مليون. شو يسمونها الرقية بالانجليزي؟ ووتر
وترمليون. عافية. شنو رأيك بالرقية حسوني بسرعة؟ ذوق هاي هسه على السريع. يلا يلا قوق قوق. قايبة. قايبة؟ قايبة. يلا قايبة. يلا باي باي.